موجة حارة وارتفاع جديد في درجات الحرارة على مدار الأسبوع الحالي بتوصل ل40 درجة، عشان كده بيكون في تخوفات دايما وحذر من المزارعين في الأيام دي لتفادي أي تأثير على المحاصيل الزراعية بسبب تغير درجات الحرارة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معنا عبر الهاتف دلوقتي دكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير حضرتك استاذ بستان استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. يعني حابين حضرتك تفهمنا كده، هل التاثير او هل درجه الحراره المرتفعه دي بيكون ليها تاثير سلبي على المحاصيل الزراعيه؟ طبعا اولا احنا يعني دلوقتي يعني لحسن الحظ احنا لسه في فتره زراعه المحاصيل الصيفي. احنا بنخاف من الحراره لما يكون النباتات دخلت مرحله التزهير وتكوين الثمار، لكن احنا دلوقتي لسه في بدايه موسم زراعه المحاصيل الصيفيه، وزرعنا دلوقتي محصول الذره الشامي اللي هو بيكون المحصول السائد في الموسم الصيفي، ومحصول الارز في محافظات زراعه الارز. احنا دايما بندي للاخوه المزارعين بعض التوصيات، خاصه مع التغيرات المناخيه اللي حصلت، ان دلوقتي كانت الموجه الحاره لا تزيد عن 3 ايام، اصبحت الموجه الحاره دلوقتي طويله بتمتد الى اسبوع، وطبعا ده بيأثر على النباتات اللي موجوده في الجو المكشوف. طبعا ايه الارشادات يا فندم اللي بتقدموها للمزارعين؟ طبعا دلوقتي بالنسبه للمحاصيل الهامه اللي موجوده عندنا، اهم محصول محصول الذره الشامي. بنحذر الاخوه المزارعين هذه الايام ان محصول الذره الشامي في بدايه نموه دلوقتي، اخطر شيء موجود دلوقتي هي وجود دوده الحشد الخريفيه، دي بتصيب محصول الارز في هذه الايام وفي بدايه حياته، وهي دلوقتي موجوده دلوقتي وبتنتشر اكثر في وجود الحراره العاليه. فبننصح الاخوه المزارعين بتواجدهم في الحقول والكشف الدوري على وجود هذه الدوده ومقاومتها فورا، ووزاره الزراعه نزلت توصيه بتسع مبيدات موصى بها لمقاومه هذه الحشره. الحاجه الثانيه بالنسبه للمحصول الثاني اللي موجود عندنا السائد هو محصول الارز. دلوقتي في مشات الارز وفي تمت مساحه حوالي 30% من المساحه للزراعه المستديمه. فبنقول للاخوه المزارعين اهم حاجه بمحصول الارز دلوقتي الميه اللي موجوده، انه ما يسيبش الميه في الارض تسخن عشان ما تاثرش على الجذور وما يعطشش، ويتوازن في الري والتسميد في هذه الايام، ويخلي الري دايما ما يكونش فيه وجود الحراره العاليه، الري دايما يكون يا في الصباح الباكر يا اخر النهار بعد انكسار الموجه الحاره. فالاهم حاجه دلوقتي محصول الارز توازن التسميد عشان نحافظ على النبات، خصوصا التسميد البوتاسي ووجود برضو الكبريت. الحاجه الثانيه ان هو ما يخليش الميه لا يعني يحتفظ برطوبه الارض، عدم وجود الميه عشان ما تحصلش سخونه، وبعدين يجدد ميه المشتل بتاعه. باقي المحاصيل الاخرى نفس الكلام برضو، ان المزارعين ما يرويش في الحراره العاليه، يروي في الصباح الباكر او في المساء. ثانيا يحتفظ بتوازن في الري، لا يعطش عشان ما يأثرش على تقطيع الجذور، ولا يزود المية عشان ما يزودش حرارة التربة ويأثر على النمو الفسيولوجي للنباتات. لكن بصفة عامة احنا لازلنا في وقت المحاصيل اللي هو مش خطر عليها قوي وجود الحرارة. احنا بنقلق أكتر لما يكون المحاصيل وصلت لمرحلة النضج وتكوين الثمار بتاعتها، بالتالي ممكن يأثر على التزهير. لكن هل مثلا ممكن نعمل حسابنا، من المعروف ان في تقلبات في درجات الحراره وارتفاعات بشكل مفاجئ وانخفاضات، هل من ضمن الارشادات ان احنا ممكن نزرع بدري شويه عن ميعاد الزرع الطبيعي؟ هو احنا طبعا نزلنا عديد من التوصيات خاصه في مناطق الصعيد، ان محصول الذره الشامي اللي هو من اهم المحاصيل الاستراتيجيه عندنا بيزرع في منطقه صعيد مصر، ان احنا وجهنا المزارعين للزراعه المبكره للذره الشامي قبل التاثير بالحراره الصيفيه العاليه، فوجهنا بزراعه عروتين هناك. محصول الذره الشامي بيزرع في شهر مايو، فاحنا وجهنا المناطق الحاره ان نزرع عروه مبكره في شهر مارس وعروه متاخره في شهر يوليو، عشان المحصول يتفادى حدوث الموجات الحاره اثناء موسم التزهير وتكوين حبوب اللقاح، لان لو حصلت حراره عاليه واثناء فتره التلقيح بتأثر على العقد وتكون الحبوب بتكونش كامله في الكوز، وبيأثر على المحصول بينخفض بنسبه كبيره جدا. لكنه بعد التزهير ما فيش اي تأثير لدرجات الحراره المرتفعه على المحاصيل الزراعيه؟ لا طبعا، مهم انه يحصل عقد وتكوين للثمار، لكن بعد تكوين الثمار خلاص بيتم النضج. فاحنا دايما بندي توصياتنا للمزارعين ان يعني نركز في مرحله التزهير، ان احنا نهتم بالنبات، في اهم حاجه الري في المرحله ديت، والتوازن في التسميد، ما زودش تسميد، يعني في حاجه اسمها التسميد ال NPK اللي هو توازن التسميد النيتروجيني والبوتاسي والفوسفوري،
فاحنا بنحافظ طيب على دكتور خالد، دكتور خالد عشان انا بعتذر بس عشان الوقت، عايزه اعرف من حضرتك المعلومات المهمه دي كلها بتوصلوها ازاي للمزارع؟ الطريقه المناسبه اللي بتعرفوهم بيها المتغيرات اللي بتحصل دي بتبقى ايه؟ وزاره الزراعه طبعا عامله حملات قوميه للمحاصيل الاستراتيجيه ديت، وجود باحثين بيعملوا ندوات ارشاديه في كل المحافظات، حقول ارشاديه نموذجيه موجوده بنوري المزارعين النموذج يتعامل معاه ازاي، عن طريق في قناه زراعيه بتعمل ارشادات مسبقه لوجود تراس مناخيه، في تطبيقات موجوده على تطبيقات ذكيه موجوده على التليفون متاحه للجميع، جهاز الارشاد الزراعي بيكون ندوات ارشاديه بيحاضر فيها الباحثين في كل المحافظات، بندي يعني بندي نشرات بتوزع على المحافظات لتنبيه المزارعين. التطبيقات اللي على التليفون قول لي يعني حضرتك لو تقول لي تطبيق سريع جدا. في تطبيق هدهد اللي موجود الخاص بوزاره الزراعه، ده بيدي المزارعين ارشادات ان في طقس التغير في التغيرات المناخيه وارتفاع الحراره نعمل ايه، ده تطبيق بيتوفر وزاره الزراعه لجميع الساده المزارعين، وفي اصلا وفي في القناه الزراعيه برامج كل يوم وفي لها عدد كبير جدا من المتابعين من الاخوه المزارعين من الصباح حتى المساء، وبيوجد فيها الساده الباحثين بوزاره الزراعه بيوجهوا المزارعين الافضل التوصيات الفنيه للمحافظه على المحصول وتفادي التغيرات المناخيه الشديده. نشكرك دكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقليه بوزاره الزراعه، شكرا لك.